السلام عليكم. This is Black Inma. رجعنا لكم من جديد ومقطع اليوم مهم جدا إذا أنت تستخدم جهاز نظامه ويندوز 10 أو ويندوز 11. مقطع اليوم عن كيفية تسريع وتحسين أداء الجهاز بطرق بسيطة وبدون استخدام أي برنامج. هي خطوات سهلة والكل يقدر يسويها، لكن قبل ما نبدأ يا ليت اللي مو مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس لكل جديد. فيلا نبدأ. هي خطوات سهلة زي ما قلنا في المقدمة، والكمان الأفضل إنك تسوي هذه الخطوات بشكل دوري، يعني بشكل أسبوعي، عشان تحافظ على سرعة وأداء الجهاز. الآن خلوكم معي على الشاشة، راح أوريكم هذه الخطوات. أول شيء راح تسوي إنك تروح على الإبدأ أو علامة الويندوز هنا الستارت، أضغط عليه، بعدين أنزل لهذا الخيار اللي هو خيار السيتينجز اللي هو الإعدادات، أدخل عليه. بعد ما جينا للإعدادات من هنا راح نغير أشياء كثيرة. أول شيء راح نسوي نروح على السيستم اللي هو النظام، بعدين أنزل لآخر خيار اللي هو About أو حول، أدخل عليه، ومن هنا أجي لهذا الخيار Advanced System Settings، أضغط عليه. من هنا أخلينا على Advanced اللي هو المتقدم، بعدين أضغط على Settings، راح تطلع لك هذه الصفحة. من هنا راح نختار Best Performance، يعني أفضل أداء. هو المفروض أنه بيكون على أفضل مظهر، يعني الويندوز كله يكون كده بشكله تمام وحلو وشيء زي كده، لكن نحن نبغى أفضل أداء فنخليها على Best Performance. من هنا في أشياء ممكن نخليها وممكن تتركها، لكن كل ما تتنازل عن هذه الخصائص راح يعطيك أداء أفضل. ممكن أنك تشيلها كلها، لكن أنا بخلي ذول الاثنين. ممكن أنك تخلي نفس حقي، بعدين تضغط على Apply، وبعدين تضغط على OK. كده يكون انتهينا من هذه الصفحة، أقدر أقفلها. بعد ما انتهينا من هذه الخطوة ننتقل للخطوة الثانية، نيجي للسيستم كمان ونيجي على أول خيار. من هذا الخيار نلغي التفعيل عن هذا اللي هو النايت لايت، ما أحتاجه. بعدين نيجي للإشعارات. الإشعارات الأفضل إنك تقفلها، مثلا أنت قاعد تلعب لعب وتطلع لك إشعارات رسالة أو شيء بيسبب لك لاجات أو تعليقات، فالأفضل إنك تشيلها كلها كمان. بعدين تلغي التفعيل، بعدين أجي على هذا الخيار، هذه الأفضل إنك تخلي كمان أوف. بعدين نجي على ستورج اللي هو التخزين. من هذه الصفحة راح تطلع لك مساحة الجهاز كم المتبقي، لكن أول شيء نسويه نجي لهذا الخيار ونفعله، بعدين نضغط هذا الخيار. هذا الخيار مهم جدا، هنا الويندوز بنفسه راح يسوي لك تنظيف للملفات اللي ما يستخدمها أو الملفات الغير الضرورية. هنا مثلا عندي الشهر الماضي نظف لي جيجا و17 تقريبا، هذه الملفات أنا ما أعرفها أو حتى ما أعرف مكانها، هو نظف لي هي، فأنت تخليه هنا مفعل، هنا تخليه مثلا every week، كل أسبوع يسوي لك تنظيف بنفسه every week. هذا كمان تحطه صح، تخلي 14 يوم، لكن على حسب. هذا إذا أنت مثلا حذفت ملف راح ينتقل مباشرة لسلة المهملات، فالأفضل إذا خليت بعد 14 يوم هي بنفسها راح تمسح، فحط هنا. هذه نخليها نيفر، هذه ملفات التحميل، بعد ما تحمل الملفات بتنتقل لملف اسمه داونلود فولدر. إذا أنت حطيت بعد 14 يوم أو بعد 30 يوم راح تمسح بنفسها، لكن أفضل إنك تحطه نيفر، لكن لازم تشيك على ملفات التحميل، تحذف الملفات اللي ما تحتاجها أول بأول، وبعدين ممكن إنك تضغط على كلين ناو راح يسوي لك تنظيف. بعدين أرجع هنا زي ما انتم شايفين، انا جاب لي مثلا عندي برامج هنا ماخذ 38، فاخذ معلومات واروح انظف الجهاز. وما انتم تعرفون القاعده، وكل ما قلت المساحه كل ما اعطاك اداء افضل، فالافضل انك تشيك على ملفاتك وتحذف الاشياء اللي ما تحتاجها. لكن الان نكمل للخطوات، نيجي لباور اند سليب، اضغط عليه. من باور او سليب نيجي لهذا الخيار، اضغط عليه، راح ياخذني لهذه الصفحة. من هذه الصفحة انت ممكن بيجيك على البالانس، لكن الافضل انك تحطه على هاي بيرفورمانس. اذا ما طلع لك الهاي بيرفورمانس تيجي على كرييت ا باور بلان، اضغط عليه، راح تطلع لي هذه الصفحة، اختار على هاي بيرفورمانس. هاي بيرفورمانس يعني انه راح يستخدم طاقة اكبر لكن بيعطيك اداء افضل، اختار على الهاي بيرفورمانس. هنا سميه هاي بيرفورمانس، انا عندي الهاي بيرفورمانس كمان، لكن بحط مثلا تيست، أخليه تيست، بعدين أضغط على نيكست. هنا الشاشة تنقفل، يعني إذا تركت الكمبيوتر مفتوح بعد 15 دقيقة مثلا راح تنطفي الشاشة. أنا أفضل إني أخليه نيفر، وهذا كمان أخليه نيفر، في وضع البطارية ووضع كهرباء. بعدين أضغط كرييت اللي هو الإنشاء. زي ما أنتم شايفين الآن إنشأنا مثلا هاي بيرفورمانس، لكن بنرجع كمان على تشينج بلان سيتنجز، بعدين نيجي لاختيار
change advance المتقدم. من هنا راح نغير بعض الأشياء. هنا المفروض إنه بعد فترة مثلاً 20 دقيقة ينطفي الهارد ديسك، أنا ما أبغى هذا الشيء فخليه صفر. وكمان وضع الكهرباء كمان أحطه صفر كده يصير نفر، ما راح يلعب بالهارد ديسك حقي. وكمان في خيار لازم أغيره، هذا أوسعه وأجي لهذا الخيار أوسعه، هنا أخليه 100 وهنا 100. أنا أستخدم لابتوب عشان كده طلع لي البطارية، لكن إذا تستخدم كمبيوتر ما راح تطلع لك وضع البطارية. نخليه 100 نخليه 100، أهم شيء هذا بلاج إن. بعدين نجي على ماكسيمم أخليه 100 كمان 100، بعدين أضغط على أبلاي وأضغط أوكي. بعد ما انتهينا خلاص أرجع الآن. هو المفروض هذا بيكون اسمه هاي بيرفورمانس. بعد ما حطينا على هاي بيرفورمانس بيكون انتهينا من هذا الخيار. أخرج الآن أجي مثلا للتابلت، هنا التابلت أخليه على نيفر يوز تابلت مود، إلا إذا كان عندك جوال صغير بنظام ويندوز بيكون تقدر تغيره تابلت، لكن احنا نستخدم كمبيوتر فالأفضل أن تخلي نيفر يوز تابلت مود. وكمان هنا don't switch to tablet mode. بيكون انتهينا من الخيارات هنا. الآن أرجع للهوم، بعدين نيجي مباشرة للمظهر أضغط عليه. من هنا أجي للcolors اللي هو الألوان، هذا الخيار لازم أقفله. وبعدين أجي على الستارت، هنا في بعض الأشياء تقدر تغيرها. مثلا لما أضغط على الستارت كانت تطلع لي برامج وإعلانات كثيرة كانت تسبب إن الجهاز حقي يكون بطيء، فالأفضل إنك تشيلها. ممكن إنك تسوي نفس الخيارات حقتي أو إنك تقرأ وبعدين تشيل الأشياء اللي ما تحتاجها، تقدم تنازلات طبعا. بعدين نرجع نجي للأبس اللي هو التطبيقات. من هنا عندي خيار مهم جدا لازم تغيره اللي هو الستارت أب، هذا إذا قفلته راح تشوف إن جهازك صار بسرعة أكبر. باختصار هو أول ما تفتح جهازك راح تنفتح برامج كثيرة، البرامج اللي أنت حاط عليها أون. بعض الأحيان ما تستخدم هذه البرامج فتسبب إن جهازك يكون مرة بطيء، فالأفضل إنك تقفل وتقفل وتقفل، قفل كل البرامج. بعدين نيجي للخيار الأول اللي هو الأبس، هنا تحذف البرامج اللي أنت ما تستخدمها عشان تقلل المساحة، وكل ما قللت المساحة راح تزيد سرعة الجهاز. فتشوف البرامج اللي أنت ما تستخدمها، مثلاً الانستغرام انا ما استخدم في جوالي، ممكن اني احذفه، اني اجي على انستال اللي هو الحذف، راح نحذف مباشره. لكن ابتعد عن البرامج اللي مثلا انتل، هذه كلها برامج للويندوز تكون ضروريه، هذا لا تحذفها، فقط احذف البرامج اللي انت حملتها وما صرت تستخدمها. مثلا هذا كمان انا ما استخدمه، اقدر احذفه باختيار هذا الاختيار انستال، كذا يكون عندي انحذف. وارجع للهوم، بعدين أجي للجيمينج أضغط عليه. أول شيء أسويه إني أقفل هذا أخليه أوف. بعدين أجي على الكابتشر اللي هو تصوير الشاشة، أنا ما أستخدم برامج ثانية إذا أبغى أصور تصوير الشاشة وقت الألعاب، فالأفضل إنك كمان تقفله إلا إذا أنت تستخدمه وتقفله كمان. خلاص الآن اتقفل عندي. أجي للجيم مود، الجيم مود هذا إذا خليته أون أو أوف ترى ما يفرق كثير، في بعض الألعاب فقط يأثر تأثيرات بسيطة كمان، بس انت خليه على on لعل وعسى ويندوز يحدث هذا الشيء يكون له فائدة في المستقبل. فأخليه على on وأرجع. بعد ما انتهينا من هنا أجي للبرايفسي اللي هي الخصوصيات، أضغط عليه. نيجي على الجنرال، هذه كلها نقفلها، هذه كلها أشياء ما نستخدمها موجودة مفتوحة عندنا، تأثر في الرامات وتأثر في سرعة الجهاز. نيجي على السبيتش أقفله كمان، أجعل هذا الخيار أقفله، هذا الفيدباك هذا كمان كله أقفلها، أشياء ما تحتاجها. وأهم شيء في هذه الخيارات تيجي على background apps اللي هي برامج الخلفية، هذا باختصار مثلا أنت تلعب لعبة أو تستخدم برنامج يكون في برنامج ثاني شغال في الخلفية أنت ما تستخدمه ويكون شغال عندك، فالأفضل أنك فقط تسوي off توقفه. خلاص الآن كل هذه البرامج ما تنفتح إلا إذا أنا فكيتها. الآن انتهينا من هنا background apps، الآن أرجع. تمام انتهينا من الجيمينج وانتهينا من الخصوصيات، الآن أقدر إني أروح للأبديتس والسيكوريتي اللي هي التحديث والأمان. التحديثات هذه لازم تشيك عليها كمان من فترة لفترة، تنزل التحديثات الموجودة عندك في الجهاز، وكمان ممكن تطلع لك هذه اللي هي optional quality update available، هذه كمان بعض التحديثات تكون اختيارية، فالأفضل إنك كمان تسوي عليها download uninstall.
وتثبت هذه التحديثات، لأنه بعض الأحيان يكون في خلل في الويندوز مع التحديث هذا تتعدل، فأنت سوي دائما تحديث لما يطلع لك بالأخضر وصح أنه تم التحديث. أنا كمان الآن بسوي تحديث، لكن بعد ما أخلص هذا الفيديو فتنزل التحديثات. بعدين نيجي على ويندوز سيكوريتي اللي هو الأمان، أضغط عليه، بعدين أضغط على Open Windows Security. راح يأخذني لهذه الصفحة، من هذه الصفحة أضغط على أول واحد. ممكن أني أسوي فحص سريع، راح يسوي له فحص للفيروسات، إذا كان في فيروسات راح يحذفها. طبعا أنتم تعرفون إيش تسوي الفيروسات في الجهاز، تبطئ الجهاز أو أنه حتى تسبب أضرار، ممكن يتعطل الجهاز بسبب الفيروسات، فممكن أنك تسوي فحص سريع أو أنك تجي لهذا الخيار Scan Option وتخليه على فول، يعني راح يسوي لك فرز لجميع الملفات حقتك ويسوي عليها بحث للفيروسات. إذا حصل فيروس راح يعطيك تنبيه وأنت تقدر تحذفه أو أنك تخليه. طبعا اللي يخليه هذا ينزل ألعاب مكرفة، بعض الأحيان تكون اللعبة فيها فيروس فتضطر أنك تخليها، لكن الأفضل أنك تحذفها لسلامة الجهاز حقتك. فتضغط على فول سكان، بعدين تضغط على سكاننا، راح يسوي لك فحص كامل. الآن كذا انتهينا من الإعدادات، راح ننتقل للخطوة أو القسم الثاني اللي هي تنظيف الملفات. راح نستخدم أداة اسمها Run، أجي على علامة الويندوز هذه، أضغط بزر الفار الأيمن وأجي لRun، أضغط عليه، راح تطلع لك هذه الأداة. أو ممكن أنك تسوي بالاختصار تضغط Windows R، راح تطلع لك كمان نفس الأداة. من هنا راح نحط عدة أوامر راح تساعدنا كمان في تسريع الجهاز. أنا هنا حطيت الأوامر، إن شاء الله راح أحط لكم هي في خانة الوصف أسفل الفيديو، فتقدر إنك تنسخ الأمر وتحطه وتضغط أوكي، راح يفتح عندك هذا الملف فيه ملفات كثيرة. كل اللي عليك إنك تسوي تحديد الكل، تحددها كلها بهذه الطريقة، أو إنك تضغط Ctrl A راح يحدد لك كل الملفات وتسوي عليها ديليت. هذه ملفات ما لها داعي في الكمبيوتر، بس الأفضل إنك تحذفها كلها وتسوي تراي أجين. إذا ما انحذفت ممكن نسوي سكيب، يعني بتبقى دائما ملفات زي كذا، فقفل. الآن نفس الشيء، علامة الويندوز وR، بعدين نحط الأمر الثاني ونحطه وأضغط على أوكي، راح تطلع لي ملفات أكثر. هذه كلها أسوي تحديد كل وأحذفها، من حذف معايا أسوي try again، من حذف خلاص أسوي skip. وكذا نظفنا هذا الملف كمان، كمان أضغط على R، عندنا الأمر اللي بعده أنسخه وأحطه وأسوي بحث، راح تفتح لي ملف ثاني. عادة يكون في ملفات كمان، إذا طلعت لك ملفات هنا تسوي نفس الطريقة إنك تحذفها كلها، وكذا يكون انتهينا. أضغط على Windows R وأخذ هذا الأمر، حطه وأضغط على OK، راح تفتح لي هذا الأداة. هذه أداة تنظيف كمان نفس الشيء، أضغط على هنا، أنا في جهازي في C وفي D، بهذا الأداة راح أسوي عليها تنظيف كمان. أضغط على السي مثلا، أضغط على أوكي، راح تطلع لك هذه الصفحة كمان أددها كلها. بعدين تضغط على Clean Up System Files، تضغط عليه، وتضغط على أوكي. زي ما أنتم شايفين انتهى من هنا، كمان جاب لي تنظيف مرة ثانية. أضغط على أوكي، Are you sure you want to، يعني بيحذف هذه الملفات بشكل كامل. أضغط على كمان ديليت وانتظر حتى يكمل. زي ما انتم شايفين كاتب لي unnecessary files، يعني ملفات غير ضرورية او ملفات ما لا داعي يعني فبيسوي تنظيف عليها. فلا تخاف من ناحية الملفات، هذه ملفات اصلا انت ما تشوفها بس تكون موجودة، فالان قاعد يسوي تنظيف. بعد ما ينتهي التنظيف اصلا بيختفي. كمان بنسوي نفس الشيء Ctrl R، الان راح ننظف وحط الامر نفسه نفس الطريقة، أنظف الدي بس أساساً إنه لا يطول المقطع. الآن آخر شيء راح نسويه أداة تصليح، إذا كان في مشاكل كمان في الويندوز راح تصلح لك هي. عشان نفتحه نروح على البحث هنا وأبحث على SMD، أضغط على SMD راح تطلع لك هذه الأداة، أضغط عليها. لكن الأفضل عفواً أرجع SMD،
افتحها كمسؤول، مو فتحة عادة، افتحها كمسؤول. ابغى راح تجيني هذه، اضغط على يس. بعدين زي ما قلت لكم راح اترككم هذه الاوامر كلها في خانة الوصف، اخذ هذا الامر انسخه كوبي واجي على هنا اضغط كنترول في يسوي لك لصق تلقائي. هذا الامر زي ما قلت لكم اذا كان في اي مشكله في الويندوز راح يسوي فيها فحص امان بشكل تلقائي، راح يصلح لك هذا الشيء. فتحط الامر هذا وتضغط على انتر. زي ما انتم شايفين الان بدا يسوي الفحص، يقول لي بياخذ وقت الصراحه فتنتظر حتى يكتمل. الان بدا 0% 1%، الان تنتظر حتى يكمل 100% ويوريك اذا كان في مشكله. الآن النتيجة يقول لي did not find any، يعني ما حصل أي مشكلة. خلاصة الموضوع ف يعني حتى لو حصل المشكلة زي ما قلت أوتوماتيكيا راح يحل المشكلة ويصير كذا أقفل هذه الصفحة. وعلى كذا يكون انتهينا من الخطوات ومن الأشياء المهمة. للأمانة في أشياء كثيرة ممكن تسويها تسرع الجهاز، بس عشان لا يطول الفيديو ولا يكون ممل اختصرت لكم على أشياء مهمة تقدر تسويها بشكل دوري. وإلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى لايك إذا عجبك المقطع وأفاده وتشترك بالقناة لكل جديد، وإذا عندك أي سؤال ممكن تتركه في خانة التعليقات. وإذا جربت هذه الطريقة وسرع جهازك اترك في خانة التعليقات، وفي أمان الله.